لا لا طبعا لا ليش؟ عشان مركب يوصل. بخليه هناك عنده. لا شنو اللي يوصل؟ هذا اللابتوب مو حق ال انت هذا بتوصل وين؟ اللابتوب حلو ما يوصل. اي ادري انا عندي عندك سيشن صغير يعني ما يحتاج. قصدك اللابتوب حمد يمني شكرا حمد يلا يبقى بسرعة قبل ما يطفي لابتوبك السكة. انت محضر شغلك يعني؟ بعد؟ ايش حق اسجل؟ يلا فوق تحت. شنو؟ اعتذر اعتذر من المشاهدين. انا اسف. قول لهم على ابونا مجهزين بالاخير ما حد مجهز. يعني بس انا مجهز؟ بس يعني حلقة بتكون حلقة لك. ايش قلت لهم؟ حطيت كمية أكبر يعني بس لقيت لي. زين روح قهوة على ما يسجل الحلقة بروحه. لا يكون عشاء. حط ال خلاص نتعشى وأنت حط تراكات مالتك استانس. دانس سالون بعدين يمكن احنا بس بيشو مجهز ها؟ ايش كان حط ماريو بيكروس ما يشيلوا حق جيم الله حق جيم بيكروس حق جيم حق اللي ما يدري يعني حق اللي ما يدري حلقتنا اليوم شنو يا بيشو؟ ورك اوت ميوزك موسيقى جيم تروح تتحرك زي جيم ولا توماس؟ هذا ما بيتعشى اليوم اشرح لي شنو جيم شنو توماس اسم بعد اوكي جي اي ام يعني نطرح الحلقه هذه ان شاء الله اذا نزلت يس اف يو لايك ات لاف ميل ات بودلم واخر شيء على تويتر احنا نقول هذا يعني اذا واحد من الشباب اللي يسمعون حق حلقاتنا البودكاست يروح يتمرن بالنادي خليه يسمع الحلقه هذه بالنادي يعني او بالممشى راح يستانس ان شاء الله احنا نعطيه ريكومنديشنز بيشو راح يعطيكم ريكومنديشنز يعقوب ما راح يعطيكم شيء زين خلني قاعد هالفتره يعني على ما نتعشى نطلع نطلعوا يعني حسين بيحط لكم هيروز حق النادي هيروز حق النادي يعقوب بيحط لكم ياكوزا اتصدق والله في وايد تراكات شغله عدل نقازيه ياكوزا اي يلا شنو 6 تحداك شنو لا ياكوزا متروسه شنو والله برش فايتر قوي يعتمد لأن في برش فايتر شوي تركي زين بس لا تتكلم على الموسيقى على حسب ايروفيجن شارك مع الصفرين موسم الحساسية الخشوم المسكرة يمكن صوتي متغير ما ادري لا هو صوت بيشو اعلى صوت بيشو دائما من اعلى شو صوتك عالي مو اعلى من هذا يسوون لهم اتاتش بعدين الفيديو انقطع صارت مكالمه ما حطينا اير بلاي مود صوت بيشو غليظ يعني على قولة حسين اعطانا معلومه حسين يعني شنو غليظ؟ بالسوري يعني مليق شكرا يعني انت صوتك مليق انا صوتي مليق بس يعقوب صوته حاد مزعج حسستني شو اسمه عبد الحليم ام كلثوم يعقوب ام كلثوم انت في واحد يطلع بس شو اسمه بالدبلجه العربيه تعرف حسين اي واحد ماكو غيره في واحد صوته غليظ يطلع كل بوبايات مو اللي يغني قرميتي لا لا قرميتي تكفى قرميتي تكفى لا لا مو قرميتي قرميتي هذا الايدل مال عيال بيشو في في شنو منو يطلع مع صديقي فارس كوكوري يطلع معهم كلهم واحد صوته غليظ ومليق نفس الشخصيه بكل البوبايات شايب يعني مو شايب لا شايب تكفى انا صوتي الصوت شايب المهم هدوء هدوء نقط 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 طبعا ما سجلنا اسمه عطاف ماكو سبب كيف شو ماكو سبب ماكو سبب بيشو يعني يقول لك غير مالت بيرن اوت ليش؟ سوري مالت واي باوت لانها لايسند صدق؟ يس منو مسويها؟ كيميكال براذرز اتوقع اه انت معطينا اغاني سبويلر دام مغنيه هي سبويلر مغنية هي موسيقى بس انها انا ما توقعت حق البوم بس انا ما توقعت لهم هذه بعد بعد همشينا للغازيه شو المشكله راح ياذونا يوتيوب هو يوتيوب بس ياذيك اذا كانت تبي مونيتايزنج حق الفيديو احنا ما نحط مونيتايزنج حق الفيديو احنا اور كونتنت از فري يس فور يو فور ذا بيبل هذا صوت مال امريكي من هذا يو هذا عرفنا ما عرف فانكل سام ان شاء الله ما تحوش المشكله عادي حشتها مشكله ماكو فيديو بس تسمعون الاوديو شو مشكلة عادي ايوه ايش فيك لا مشاكل المشاكل هذه يصير ميوت حق الصوت
فبس يشوفون احنا وش نتحرك اوكي في حل ثاني، شغلوا الفيديو وشغلوا الفيديو بنفس الوقت والبودكاست بودكاست. هذا اذا حاش طريقه عشان يعطي زياده على الويب سايت. هذا اذا حاش اذا حاش الفيديو ميوت، بس ان شاء الله لا ما اتوقع حسن ان شاء الله. على انك ما اتوقع اشوف اسمها كيميكال شغله صح؟ يقول لك كيميكال براذر. لا هذا اسم الساوند تراك بس هم حاطين فيها كيميكال. اوكي عشان شيء راح تكون عندنا حلقه شيقه ان شاء الله اليوم ان شاء الله. الحين تعشوا ونسجل ان شاء الله ان شاء الله. اديله يلا اديله.